كيف يعني غادر المجهول المغرب وانتشر في بقاع العالم؟ في عجالة، في عجالة، لأن الموضوع طويل. أنت حضرت المحاضرة اللي أنا لقيت، هو كانت من كان المغرب في عهد الحماية، وفي القرن 19 كانت هناك انتشر مرض البيوض، والفرنسيين وقتها بغاو يشوفوا شنو هو المشكل مع طبيعة الحال مع المغاربة ديالنا، يشوفوا شنو هو السبب ديال هذا. فجابوا مجموعة من الخبراء، جابوا من فرنسا وجابوا هذا، وجابوا من الأمريكان، منهم واحد السيد سميتو والتر سوينجل. هاد السيد هذا من اللي جا، وهما عندهم في كاليفورنيا عندهم التمر، كان داخل كانوا مدخلين ديك التنور، هذا شاف المجهول وعجب به، قال حتى هو نشر هذيك الورقة في 1945، نشر البحث ديالو في يعني هذه القصة ديالو مع المجهول، وقال انه قلت للقائد اللي كان في المنطقة ديك الساعة، مشاو لبودنيب، مشاو من بشار وكذا الى اخره، مشاو لبودنيب، قال له هذا التمر عندكم زين وعنده قيمة كبيرة، وهذه اللي قديتو مزيان راه يمكن يتسوق ويتقاد الى اخره. قال له بغيت منه شي حاجة. داه عنده واحد المنتج في بودنيب، راه معنا الحفيد ديالو هنا، غادي نقدموه في العشية ان شاء الله. مشى عند هذاك السيد في بودنيب، شرى من عنده واحد ستة ديال الفسائل ديال لي غوجي مثلا نقولوا حنايا، وعطاه خمسة هدية من عنده اللي نطلعوا صغار مع هذوك، قال لي دي كل شيء. هذوك ال11 داهم الامريكان، دوزوهم في ذاك الحجر، المهم ما نطولش عليك في القصه كثير، داو الحجر، من هذاك الحجر خرجوه، هذيك ماتوا منهم جوج، 9 عطاو واحد 64 فسيله، وهذيك 64 فسيله بداو يوزعوها على الامريكان. في 1944 بداو يوزعوا على الدول الاخرى، على المزارعين الامريكان ومنها الدول الاخرى. فخذوا منهم، خذت منهم اسرائيل ما بين 72 و 80، خذوا واحد 9000 شتله، جاوا جنوب افريقيا، جاوا المكسيك كذلك، خذوا منهم واحد العدد، جاوا جنوب افريقيا وناميبيا، ناميبيا مات ليها، ولكن جنوب افريقيا راه هي الان من الدول المصدره ديال المجهول. جات الاردن في 95 كذلك خذوا منه، وفي التسعينيات، بدايه التسعينيات انتشرت زراعه الانسجه، انتشرت زراعة الأنسجة، وهي اللي ساعدت في الانتشار دياله بشكل كبير.